إليسا تتصدر ترند السوشيال ميديا بعد نشرها صورة رجل من دون إظهار ملامحه. نشرت الفنانة اللبنانية إليسا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعود لرجل أخفت ملامحه، الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل إن كانت تنوي الكشف عن هوية حبيبها. كانت إليسا قد أعلنت سابقاً أنها تعيش قصة حب مميزة، لكنها لم تكشف عن أي معلومات عنه سوى أنه ليس لبنانياً أو عربياً، إلا أن عدداً من المواقع الفنية أكد أن الرجل الظاهر في الصورة هو سعد المجرد، وأن ترند هو مجرد ترويج للإعلان عن أغنيتها الجديدة. لكن الفنانة اللبنانية كانت قد أوضحت في مقابلة سابقة لها أهم الصفات التي تبحث عنها في الرجل. بالعلاقة العاطفية إليسا بدك القليل من شيء والكثير من شو تنعمي وتتهني. القليل من الكثير من الحب، تبلش بالكثير، الكثير من الاحترام، ما في شيء بدي منه قليل، الكثير من الوعي لتنجح علاقتنا، والقليل من القليل انه يكون متقبلني، لو ما بحب الفن يتقبلني كشخص بغني، بدي شوي اكثر من هيك. لسه لو شو ما صار اذا تزوجتي ما بدك تترك الفن؟ اذا انا بقرر بترك انا بترك، بس ما بترك انه لحد ما حدا بيطلب مني، لا ماني مقرر. على كل حال يعني ولا بتجي على بالي الشغله، بفكر انه في وقت معين انه انا بقرر وقف، بس مش انه حدا بيطلب مني وقف، لانه بصير لو بدي وقف بصير بدي ابقى. اليوم اذا اعتزلتي شو بتغيري بمعادله الفن؟ شو بينقص؟ لا هلا بس لتصير بوقتها، بس اكيد هيدا قرار بده جرأه، بس الواحد بس يكون تحت الاضواء صعبه انه يعتزل ويوقف، بس مشان هيك بقول ان شاء الله يا رب ضل فكر بالموضوع وعندي قدره انه اعملها، بس تا اعملها